اللي حابب اقوله وبقوله صراحه بصراحه، الرب وقفني اليوم هون، مش عم بمزح. الرب هو اليوم دعاني اني اوقف هون. يلي بيعرف بيعرف، اللي ما بيعرف يوثق بكلامي. معنى كتبنا نمسك كلمه الله الحيه، سلاح الله، نعلن ايماننا بهذه الكلمه، كل واحد كيف عنده اياها يحملها. كلنا سوا نقولها من كل القلب ونعلنها بايمان. هذا هو كتاب المقدس، انا اؤمن بكل وعوده الصالحه تاتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، انا جاهز كي استقبل كلمه الايمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف اتغير بنعمه يسوع، سوف اتغير وسوف اعظمك وسوف أباركك وسوف أرفع اسمك يا رب وأشرف اسمك بحياتي، وتكون أنت مرتفع فوق كل اسم، مرتفع فوق اسمي وفوق عائلتي يا رب، فوق بيتي وفوق شغلي وفوق حياتي اليومية باسم الرب يسوع المسيح. نعلنك سيد في هذا الصباح، ملك على حياتنا كحق ليس بالكلام يا رب، لأنه أنت لا تخدع بكلام، لكن تعلم أن ما يكون في القلب هو ما يخرج من اللسان. فنعلن يا رب أننا نريد أن نكون فعلا يا رب أولاد مطيعين إلك وللكلمة، لأنك أنت اللي جبتني اليوم إلى هيدا المكان، وإلك قصد يا رب أنا واسع حتى هيدا الكلمة تخترق إلى كل قلب، قلب وقلب إخوتي جميعا يا رب، وكل من سيسمع هيدا الكلمة باسم الرب يسوع. نعلن حماية على كل ذهن، على كل شخص يا رب، وعلى كل شخص بعد ما اجى على الكنيسه. نصلي لاجل انك تسهل الامور يا رب، وتفتح ابواب امام شعبك لكي يكون شعب مقدس عملا وفعلا وفكرا باسم المسيح. نعطي كل المجد، امين. تفضلوا يا احبه. نفتح من رساله يعقوب، قديس يعقوب صح تالت، يعقوب تلاتة. عنوان الكلمة الليلة رب حطها على قلبي بمعناته القضاء الإلهي، القضاء الإلهي. يعقوب تلاتة. لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فنادير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار يا ويلي، عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. أمين. بكفي بكفي. نفتح بطرس، بطرس الأولى ثلاثة، بطرس الأولى ثلاثة. من الآية 8، بطرس الأولى ثلاثة الآية 8. والنهاية يكون جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين، لطفاء،
غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في إثره، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر، وجه الرب ضد فاعلي الشر. آمين. هو المقطعين لحالهم بيحكوا، لحالهم بيحكوا. الله ميزنا عن كل الخليقة إن على صورته ومثاله، وإنه منقدر نحكي ونتكلم، نقدر نعبر عن أفكارنا، عما يجول في داخلنا، ومن فضلة القلب يتكلم الفم، يتكلم اللسان. إذا بتلاحظوا بالقراءة قال إذا بدك تعيش حياة حلوة وتشوف أيام صالحة، يعني حابب تشوف حالك إنك في بركة بحياتك من الرب، في إيد الرب معك في كل شيء، شو نصيحة الكتاب؟ بلش بلسانك. خينا فارس من فترة حكي عن الكلام السلبي والإيجابي، أنا هون بدي أحكي عن الكلام الذي يليق والذي لا يليق. بتتخيل السماء فيها شتامون؟ تصور بالسماء في قديسين؟ حاشا، بس عم نعيشها وكأنه هيك. في أشخاص بيكذبوا بالسماء، هيدا تجنبه، هيدا بعد عنه، هيدا كذاب، أو هيدا بيسب لسانه فاروطي ما بيضبط لسانه. تعتقدوا في هيك شيء بالسماء؟ تعتقدوا؟ مخدوع، مخدوع. إذا نحن منفوت على أماكن على هالأرض تعتبر مقدسة، بالعهد القديم كان هذا الموضوع له رمز، أماكن مقدسة، بالعهد الجديد أنتم الأماكن المقدسة، أنتم هيكل الله، الله لا يسكن في هياكل مصنوعة بأيادي الناس، لا يسكن. تصور نحن حدينه بهالقاعة، في فوق بلكون، تحت في مقاعد، كيف قاعد أول كون الرب الله؟ إجري تحت قاعد فوق أول كون، ولا واقف راسه ضيق بالسقف؟ قال إني سأسكن فيكم. تنسى حالك إنك أنت هيكل الله؟ إلا إذا بعد ما صرت. صراحة ما تزعلوا مني، موضوع عم يغلي على قلبي كتير، لأنه بتفاجأ لما بسمع من برا شهادات ناس إنه فلان مؤمن، إيه بس إنه مش مبين عليه، يعني بسب، محتال، في النص، بيعمل ضروبة، بيحكي على هيدا، بيزم بالناس، شو هالصورة؟ بدك الله يباركك وحياتك تتوفق فيها ولسانك فلتين من جهنم؟ قال يضرم دائرة الكون لسانك، بيولع الدنيا، يخربها، ويضرم من جهنم. بيخطر عبالك انه ابليس عم بيعمل مؤامرات بجهنم وبينفذها من خلالك يا مؤمن؟ تقبلها؟ فرق ما الله هو يعمل مؤامراته على الاشرار والشرير،
وينفذ مؤامراته من خلالك، أي أحسن لك؟ روح الله يستخدمك ولا إبليس يستخدمك؟ تكون سهام في يد جبار ولا تكون أداة في يد إبليس؟ أي بركة بدك تكون لما بتكون شتام؟ بس رح أقول شتام. بكورنثوس الأولى 6 بتعرفوا شو بيقول، كم مرة قايلها؟ الشتامون يلي بيسبوا لا يرثون ملكوت الله. مش إذا منضم أنت للكنيسة وبتجي على الكنيسة وبتربح الله جميل لأنه أنا جيت معناته الله مجبور فيك؟ لا، ما هو مجبور فيك. أنت لا يهوذا الإسخريوطي بعد ما وصلت بمستوى المعجزات، تقلك يهوذا كان من 70 اللي بعتهم 2 شفوا مرضى، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، نادوا أنه ملكوت الله قد اقترب، صح ولا لا؟ عملها ولا لا؟ أنت عملتون هول؟ ما خصك فيهم ولا أنا خصني فيهم يمكن. ويهوذا شو صار فيه؟ سميه ابن الهلاك، لأن يهوذا كان بيحب المكسب، بيحب المال، ما كان يحب الرب، كان يحب الأمور الدنيوية، كان بده يسوع يحكم العالم أرضياً. قال لك أنا بمشي وراه تيكون هو حاكم العالم ويشيل الرومان. كلهم عندهم أجندة بدهم يمشوا الرب عليها، بدهم الرب يمشي عليها. يعني أنا هيك رأيي أمشي. تعرفوا مين مرة عملها؟ داود النبي، بس عملها بقلب صالح. راح لعند نثان النبي قال له يا عمي أنا حابب ابني بيت للرب، عقلبي ابني بيت للرب، من أول ما طلعنا من الأرض لهون الرب عايش بشقق خيام، تعرفوا كان خيمة الاجتماع وتابوت العهد. فقال له أنا مأهور، أنا قاعد ببيت قصر والرب قاعد بشقة، بدي ابني له بيت. خلاص يا خيي، في غلط؟ في شي غلط بالعم بقوله؟ في أحلى من بده يبني ملكوت الله، رائع ولا لا؟ الرب ما قبل، الرب ما قبل، مع أنه اتجاه قلبه صحيح، لكن في أمور بعد ما كان بيعرفها بقلب الله. راح الرب قال له لنثان، قال له روح، قال له، قال له أنا وعدتك ببيت وأنا وعدت ابني بيتك، لكن أنت تبني لي بيت مش شغلتك لأنك رجل حروب. رجل حروب، ابنك هو راح يبني لي بيتي وما رح انزع رحمتي عنه. تعرفوا ليه قالها؟ عارفوا رح يغلط. قال له لن انزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الملك الذي قبلك. عن مين يعني؟ شاول. نزع رحمته عن شاول. يعني الله ممكن ينزع رحمته عن انسان؟ رح اترك السؤال عندك، رح حط الطابة بملعبك وفكر فيها. لكن عن سليمان قال له لا أنزع رحمتك، بس أنت ما بتبني لي بيت. بس تعرف شو عمل الرب؟ خليه يكون له يد ببناء البيت. بشو؟ بالذهب، بالنحاس، بالحروب اللي عملها كان فيها غنايم. هاي الغنايم اللي جابها هي كانت من الأمور يلي سليمان استخدمها لبناء الهيكل. شو كان جواب الرب الرائع؟ انتبه، قال له أنا بدي أبني لك بيتك، ومرتين قال له إياها بنفس الإصحاح، مرتين أنا وعدت أبني لك بيت. طب بدك الله يباركك، ما تقول له شو بده يعمل كيف لازم تعيش أنت كمان على راسك، هو بيعرف، مع أنه هذا ملك ونبي وقفوا عند حده. بدك تقول لي هلا الرب ليه ما عم بيوقفني عند حدي؟ عم بيعطيك فرصة. بس رح فرجيك شغلة بالعهد الجديد، إنه الله ممكن يتدخل بطريقة مخيفة. حنانية وسفيرة شو عملوا؟ كذبوا، صح؟ مع إنه كانوا بيقدروا ما يكذبوا ولا يضحكوا على الرسل. غاروا من برنابا كيف بيع كل اللي عنده. قالوا شو شايف لحاله عشو؟ نحن كمان قادرين نبيع ونحط المصريات عن اجرين الرسل، ونحن كمان يعظمونا ويزقفونا، ما في منكم انتو؟
صح ولا لا؟ مزبوط؟ بس شو عملوا؟ مع أنه حقهم وأرضهم وملكهم، قال اختلسوا من ثمن الحق، اختلسوا وراح لعند الرسل، راح أول شيء الخواجة الست، بعدين راح الخواجة أول شيء لعند بطرس، والرب كشف لبطرس قلبه لحنانية، قال له بهيدا الثمن بعتوا مال الحقل؟ حق لكم هيدا، حقكم، فيك تشيل منه تقول لا أنا خليت لآخرتي، أنا رجال ختيار ما بقى يشتغل، ما بقى حدا يشغلني، ما بيطلعوا فيي خلاص، يعني فوق 50 ما حدا بيشغلك خاصة إذا مبين معرار، فما ما كان حدا طالبك، فيك تقول هون تقدمي للرب، وين المشكلة؟ المهم من قلبك وتكون واضح وشفاف مش مخايخا. شو قال له حنانيا؟ كذب. مين شبرك تكذب؟ لمين طالبك بالمصريات كلهم؟ مين؟ جشعك، طمعك وكبريائك انه برنابا احسن مني، لا انا بكون احسن منه، انا بدي بين احسن منه، يعني انا 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 بدي بين، انا مش بدي الرب يبارك هالخدمه وتتوزع على المحتاجين وما حدا يكون عايز، يعني برنابا بارك شجعني كمثال لإلي، عقدي بعمل انا، وين المشكله؟ اذا انت قادر تقدم للرب مبلغ، يمكن خيك مش قادر يقدم مثلك، ويمكن في غيره قادر يقدم احسن، هذا بيرجع لك، ويمكن غيك مش قادر يقدم مثلك، بس قدم بالنسبه للرب اكثر منك مثل الارمله. الله ما بيقيس قديش عم بتحط، بيشوف قلبك، لكن من فضله القلب تكلم لسان حنانيا، قال له نعم بهذا المقدار، كذاب. ما هذا مؤمن؟ انا بستغرب صدقوني كيف في ناس بيعيشوا بهيك مستوى وضميرهم مكوي، بقول بعبراني موسومه ضمائرهم، ممسوحه مسح، يعني ما تفتش على الضمير، ما في ممسوح، فتش عليه، مثل ما نقول باللبناني اوطى من الشفره على الارض. معقول قدام بطرس عم يكذب؟ شو صار بحنانيا؟ قال فمات في الحال. بطرس لعنه؟ بطرس قال له يقصف عمرك موت؟ يبعط لك ضربة؟ أبدا. لاحظوا ما طلع أي كلام رديء من بطرس، هيدا اللي كان متسرع وعصبي ونرفوز ولسانه بيسبق عقله ما بيتحاكى، ودائما أشطر واحد بالرسل كان مبين، صح؟ بس شو كان جاوب بطرس؟ قال له ليش كذبت على الروح القدس؟ لك ليه؟ مين جبرك؟ قال له انت ما كذبت على الناس، نحن بشر، مع انه القديس بطرس الرسول العظيم، انتبه، ما قال له انت كذبت على الرسول، كذبت على القديس، قال له انت كذبت على الناس، قال له انت كذبت على الله. مات وراحوا دفنوه، ثلاث ساعات تيجي الست سفيرة، ليك هالاسم سفيرة، كان مفروض تكون سفيرة يسوع على الأرض، ما كانت سفيرة، أنت يا سفير وأنت يا سفيرة، هل فعلا أنت سفير يسوع على الأرض؟ يعني الناس لما بيشوفوك بيشوفوا سفارة السماء فيك؟ إذا عندهم طلب احتياج بيجوا لعندك بيسألوك بيطلبوا منك؟ ولا هيدا العوذ بالله ما بينطق، بيحكوا عليك كلمات وبتشوه اسم المسيح. فأجت الست سفيرة، سألها بطرس نفس السؤال، قال له مزبوط بهذا المقدار بعتوا الحقل؟ مش عارف يجوز فطيس، متفقين اتنيناتهم على تجربة روح الرب ومفكرين الله لا يعلم. بالمزمور 50 في مقطع بيدوخني، افتحوا مزمور 50، مزمور 50 عدد 16، وللشرير قال الله
ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. يعني اللي بيسمعك بقول شو هالزلمة الغير شكل، بيحكي عن الرب وبيخبر عن الرب، بيحكي لسانه يعني انسيكلوبيديا مرجع، صح؟ وأنت قد أبغضت التأديب، ما بتقبل حدا يوجه لك ملاحظة، ما بتقبل حدا يقول لك أنت هوني عم بتغلط، لا بل بتاخذ موقف من اللي بيقول لك وبتحطه بعينك وبتصير تتجنبه، وإذا ما بتحكي عليه كمان. كيف بدك السما؟ ليه السما كرخانة؟ مين بكير بيفوت عليها يعني؟ فتوش؟ فوت شو مكان؟ لا يا حبيبي لا، بدون قداسة لن يرى أحد الرب. ليش شو بقول له كمان؟ وألقيت كلامي خلفك، حامل عهدي على تمك بس حاطط كلامي ورا ظهرك، يعني كاسر وصاياي وماشي، مش عم تطلع أنا شو قلت لك وشو فهمتك وشو بدي منك، ما عم تطلع طبيعتي، ما عم تطلع أنه أنا إله أحزن على الشر، أبغض الشر، عيناي أطهر من أن تنظر الشر. وأيش كثور يذهب إلى الذبح مثل الطور رايح الذبح، إخرتك أنت عم تحصد لزرعته. قال إذا رأيت سارقا وافقته. السرقة بهالأيام تخطط قصة واحد يسرق مصاري أو مقتنيات، في ناس بيسرقوا سمعة ناس، صح؟ خاصة على الفيسبوك عم بتصير، في ناس عم بيشوهوا سمعة ناس وبيسرقوا لهم سمعتهم نظيفة بأشياء وسخة. أنا مرة صرت معي، كان صار لي جمعتين مش عم بتطلع على الفيسبوك ماني عارف، تفاجأت إنه منزليني أنا مع شخص معروف عنه إنه عايش على راسه، وما بعرفه لهذا الشخص، ما بعرفه. أنا من 30 سنة قالوا لي في أغاني ما بعرفها. لورا 30 سنة إيه شو بدكم أغاني قالوا لي بعرفه، بس بعد 30 سنة بينعدوا الأغاني اللي بعرفه. فبتصير بتسرق سمعت واحد. طيب ومع الزنات نصيبك. إيش هيكل مقدس ومع الزنات نصيبك؟ أي أماكن عم تقصد بحياتك حتى تحت شعار أي اسم اللي بدك إياه وبتلاقي هيدا المكان لا يليق بالقديسين اتجنبه. بعد أقول لك مش الجيم، مش بك تروح تعمل محل نادي رياضة، مش غلط أبدا، لكن إذا الجو هونيك عم بيأثر عليك اترك. شو جابرك يا خيي؟ فتش على جيم انظف. مش غلط تعمل رياضه، منيحه مفيده، بس اذا انا هنيك رح لاقي في حدا متربص لي عم بيأذيني، عم بيشوه افكاري وبيسمم افكاري، طب انا شو عم بعمل بالروح القدس؟ عم بقول اذا انا متجدد ومولود وتايب. في ناس بخاف يكونوا عايشين بالاجواء مثل اللفيف بايام موسى، لما خرجوا اللفيف قال مع شعب الله، يعني كانوا مصاروة، ما كانوا يهود، ما كانوا مع العهد، يعني مش مطهرين. هيديك اليوم كان العهد انه يطهر الرجال. قال واشتهى اللفيف شهوة، ولعوا الشهوة بالشعب كله، جابوا غضب الرب على الشعب كله. فيمكن يكون بعد في حدا بيناتنا لفيف، كيف يعني؟ يعني عم بلف على الكنيسة، مبسوط بالأجواء، حابب هالجو الحلو، حابب حضور الله، يمكن حابب المعجزات اللي بتصير أحياناً، حابب اللمسات اللي عم بتصير، التحرير، الكلمة، الحق، العبادة، عم بحب. بس إذا منك مولود ما تأجل، وإذا ما عم تفهم صلي يا رب فهمني شو معنيت هالحكي، يعني منك تايب راجع للرب من كل قلبك. يعني يمكن انت ابن مؤمنين بالكنيسة ويمكن ابن قسيس بالكنيسة تاني، ما بعرف. مش اذا انت هيك معناتها الله موافق عليك.
الله بده اياك انت ترجع له، ارجعوا الي فارجع اليكم. شو بيكمل بيقول؟ اطلقت فمك بالشر. مش حرام؟ مش حرام؟ قال لا تحزنوا روح الله القدوس، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. روح الله وديع. تعرف شو يعني وديع؟ طيب، لذيذ، خفيف، منه لئيم، منه جفيس، منه وقيح، وديع مثل الحمامة. الحمامة مرة قلت لكم إذا عم تجي على بيت وتتردد على بيت بيحطوا لهم أكل على شبابيك. أنا عندي حد بيتي في جاري هيك، بس بيجوا اليمين ما عندنا حمام. وإذا شي نهار بهالبيت كان فيه مشاحنة الحمام ما بيجي، ما بيجي، بيعرف إنه في شي بهالبيت، ما بيحب الاضطراب وأجواء الشحن والضغوطات والمشاكل والعيط، ما بيحب. فأنت عم تحزن روح الله إذا كنت متجدد. تعرف شو عم يصير فيك؟ بس بعدين لا تطفئ الروح، عم بتطفي، بيجي يوم خلاص بيسكت. تصور الله ساكن فيك صامت حزين، فحص نفسك قدي رب صار له فيك حزين. إلا إذا تمسحت، سامحوني، إلا إذا مش حاسس. عادي خي، لسان لسان، مين ما بيغلط يا حبيبي، أي مين ما بيغلط، معقول حدا كامل؟ بس قال هذا عالم الإثم يضرم دائرة الكون. يمكن في بيوت عم تخترب من لسانك، وفي ناس عم يهربوا من يسوع من وراء لسانك. بكرة الله بده يطالبك، شو عملت فيهن؟ كنت بركة إلون؟ قال أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. بصير تلعب على الكلام وتلوفك من هون وتمرقها من هون، وهيدي بتحلل على ذوقك، وهيدي ماشي الحال. ليه؟ إن لم تكن ذئبا أكلت كالذئاب، بدنا ندبر أمورنا، وإلا بياكلونا، بياكلونا لحمة، بيكبونا عظمة. إلهك ميت بعضه بالقبر، شايك؟ تجلس تتكلم على أخيك، قد إيه عم تحكي على أخوتك؟ بتأسف أولى، قد إيه بسمع أحيانا الناس، سامحوني معلش عم تحكي علي أنا، أنا ماشي، أنا عندي ضعفات، بس بحزن ليش ما بتجي بتحكي لي مواجهة يا خيي؟ تجلس تتكلم على أخيك بركة؟ يمكن خيك محتاج لصلاتك، ليه أنت ما عندك ضعفات؟ ولا بدنا نعمل مثل غير طوايف؟ بركيتك سيدنا، بسلك ايدك سيدنا، انت شرفتنا، انت الكامل، انت صورة يسوع على الارض الكامل اللي ما فيها نقطة. لا، لا تتكلم على اخيك ولا على اختك، صلي له يا شفيع، انت يا كاهن. بتقول الرب ليه من هوني ما عم يباركني؟ من لسانك. معليه انا اليوم احكي عن المسحة ولا على مواهب الروح القدس ولا حضور الله، بدي احكي على هياكل الله على الارض. انتو، انتو صورة الله برا، وطالما نحن كم واحد برا، في ملايين عشاننا نازلين. اذا نحن ما ملحنا ونورنا، مين بده يملح؟ مين؟ مين؟ الشعب سالك في الظلمة. قد ايه حلو الرب يقول ابصر نورا عظيما من خلالنا ومن خلال كل كنيسة بهالبلد. وين؟ الله ناطرك تنور وتملح. أنتم نور العالم، أنتم، أنتم. فقال يسوع إذا النور اللي فيك ظلمة، شو خليت لغيرك؟ شو خليت لغيرك؟ قال فالظلمة كم تكون؟ لابن أمك تضع معفرة فركوشة. ليه؟ تأوصل اللي بدي إياه. هذه صنعت وسكت، عملت اللي عملته وما معك خبر، ما حدا دري،
ما حدا عارف اني انا عم بعمل هيك. الله عارف. خليني اقول لك، كتار عارفين بس عم يصلوا لك. يمكن في ناس عم يحكوا عليك، عم يحكوا عليك يمكن، بس في ناس عم بتصلي لك. ما خليت، ما خليت من الشافعين يلي عندهم قلب بيقيس على نفسهم، لان الكتاب بيقول من يظن انه قائم؟ من يظن؟ من يظن انه قائم؟ ما حدا قائم. من يظن؟ مخدوع اذا مفكر حالك قائم وانك ما عندك اغلاط. قال فلينظر ان لا يسقط. انتبه ما توقع. ما حدا منا معصوم من دقن وجر، من دقن الاسيس وجر. كلنا معرضين، نحن بشر يا احبه، عظماء وغلطوا من العهد القديم لسفر الرؤيا، كلهم غلطوا. ما حدا ما غلط، ما حدا. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ولا واحد. ظننت، بيقول الرب، انني مثلك. مفكرني مثلك كذاب وشتام وزاني وعيش على راسك ويلا، والله بده ايانا نتمتع بالدين ولو ما نحن مارقين مرقه على الحياه. لا حبيبي، لا لا. الله قدوس، لملائكته ينسب حماقه، هو ذا السماوات غير طاهره في عينيه، هو ذا قديسوه لا يأت منهم، قديسوه لا يأت منهم. بيقول له ايوب، ادعو فهلك من مجيب؟ ادعو، في حدا بيسمعك؟ والى اي القديسين تلتفت؟ تعرف شو يعني؟ يعني اي قديس بمستوى الله القدوس البار قادر يسمعك وين ما كان وكيف ما كان وقادر على كل شيء؟ ولا واحد. ما في عند اي قديس عنده صفات الله. ما في قديس يملأ السماوات والارض. ما في قديس كلي القدره. ما في قديس كلي المعرفه. قديس بالسماء وسبقونا ومثال لنا. لكن الى اي القديسين تلتفت؟ ولا واحد. لاحظ نفسك وراقب نفسك يا خيي، وكون متجرد، لانه في ابديه وفي نار هلا، نار عم تلتهم الملايين. كل الناس اللي بيركضوا ورا القديسين تجددوا، تغيروا قلوبهم، صارت لحميه، انتصروا على خطاياهم. لا، تعرفوا ليش؟ لان القديس منن يسوع المسيح المخلص. بقول الرب، انا الرب وليس غيري مخلص، انا الرب وليس غيري مخلص. التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض، التفتوا الي. بدك ضل تلتفت للقديسين، ما راح تصير قديس. ما في قديس بيقبلها. خليني اقول لك، يوحنا الحبيب بسفر الرؤيا بالروح قام راح سجد القديس، جن القديس عليه، قال قوم وقف، شو عم تسجد لي؟ انا عبد مع اخوتك مثلك، كل الفرق اني سبقتك انا، بس جاي دورك. اسجد لله، اسجد لله. بولس وسيلة لما شفوا لنا الاعرج افتكرون آلهة، اجوا بدهم يعبدون، يصلولن ويذبحولن طار ويعملوا وليمة. خزق تيابه بولس، خزق تيابه، قالوا لك رجعوا، نحن بشر، اذا الرب قدسنا يعني صرنا آلهة؟ لا، منا آلهة. لا يوجد إله غيري يقول الرب. ما في، ما في. تعرفوا شو عملوا فيون؟ رميون بالحجار. هو القديسين العظيمين يلي شفوا واحد مريض بلا شو بالحجار فيهم ده، بدهم على ذوق آلهة. أنا بقول له الله شو بده يعمل، شو بيقول لي؟ قال هل تقول الجبلة تراب لجابلها؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ انت عم بتقول له شو عم بيعمل؟ لك نبوخذ نصر بس لما شاف حاله بمملكته انه هيدا اللي صنعته وانا اللي بمجدي عملته وبعظمته، خليه يصير طور 7 سنين. طور عيش 7 سنين مثل الطور، شعره وضفيره وحياته أكله مثل الطور. 7 سنين خليه يعيش مثل الحيوان، كلي القدرة إذا بده. كما قلت لك، أنا في شخص خبروني عنه أول ما تجددت، ما كان ينصاع لنصيحة المرشدين، ارتبط بإنسانة مش متجددة مش تايبة، وما كانت عم بتشده للكنيسة، كانت عم بتبعده،
وينصحوا وينصحوا. ما الكتاب بيقول لك ما في شركة للمؤمن مع غير المؤمن، ولك خليكي عانس ولا تاخدي شخص مش متجدد مش تايب. عندك عريس أعظم إذا هيك الرب بده إياكي، هللويا ما تندمي، لك على القليل بتضلي مرتاحة. ولا يحن بك الكنيسة أنه عشو مستعجلة عشو تكسري كلام الرب وصايا الرب. مات غرق بالآخر، مات غرق بالبحر. شو هالشهادة؟ هاي القصة عمرها 30 سنة عم خبركم إياها. يعني الله لم يتغير بس بيعطي فرصة. ليه قلت لكم قضاء الله؟ قال ابتداء القضاء من بيت الله. قال لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. وأحيانا للأسف الناس بتحكم عليك، مش الله بس، الناس بتبقى حاطتك تحت الحكم والدينونة. بتلاقي ناس اخذ منك موقف وفي ناس بيصيروا أعدائك. بس نحن كمؤمنين الكتاب بيقول قال نؤدب من الرب. إذا ما رح نفهم في تأديب ليه؟ قال لكي لا ندان مع العالم. بس حتى تأديب الرب رائع وصالح، بس أنت يا جبلي يا ترابي فيك لا؟ فيك لهالتأديب؟ فيك؟ ليك شو بيكمل بيقول بالمزمور 50؟ قال لأوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. يعني حتى اللي أنت نسيهم رح خليك تشوفهم. أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. وبدك تستهين بعلاقتك مع الرب. بقول بيعقوب قال لك هيدا لسان يا حبيبتي يا حبيبتي، من بارك الله الآب ومن سبحه ومن عظمه وبه نلعن الناس يلي الله خلقهم عصورته مثاله. ما بيصير يا أحبة، ينبوع بيطلع مي مالحة ومي حلوة. خبرتكم مرة كنا بالحرب بعين الجرم، كنا عم نعبي من نبعة، كنا مبسوطين. خي ما فيه كان بالأوتيل مي، أوتيل قديم مع أنه مستأجرين. هونيك نهار عرفت بلش يطلع علق بالمي، بطل حدا يعبي. حتى لو رجع طلع مي نظيفة ما بقى حدا يسترجع يعبي. ليه؟ كارثة يعني. تصور تعلق العلق بزلعيمك وتمصل لك دمك وتكبر تخنك وبتموت بالآخر. فكيف الناس بدها تأمن لك؟ لك الله كيف بده يأمن لك؟ فهم علي، هذا يضرم دائرة الكون. تعرف لي حياتك خربين وبيتك خربين والجو حواليك من لسانك. قال ويضرم من جهنم. بدك الله يستخدم لسانك كنار آكلي فيها مسحة الحياة والبركة والانتصار والازدهار، وتشوف الناس عم تخلص من وراء حياتك وقلبك، ولا إبليس يستخدمك ويخرب حياتك واللي حواليك. برجع بقول لك الشتامون لا يرثون ملكوت الله. شو حابب تكون اليوم من أي أشخاص؟ يا ريت نغمض عيوننا، يا ريت نفحص نفسنا هذا الصباح. بحزن لما بسمع برا بقولوا إنه هو المؤمنين سمعتوا عم بيسب، سمعتوا عم بيعمل كذا، سمعتوا عم يا حبيبتي ليش؟ قال يسوع ضعيف بعده بالقبر، آلهة الأمم أصنام إيه؟ بكم لا تتكلم، مثلها يكون صانعوها نعم، وكل من يتكل عليها نعم، لكن إلهنا مش في السماوات بس، هو في قلوبنا، هو ساكن فيك يا تايب، يا متجدد، يا مولود ولادة تانية. إلا إذا أنت عايش أجواء الإيمان من وراء يا أهلك يا الكنيسة، فحص نفسك ما تقبل، ما تقبل، ما تطلع باللعنات على حياتك. بدك حياة حلوة ولسانك ما بيسوى، قل له يا رب طهر قلبي، طهر قلبي. قل له بدي أقعد معك أكتر هلأ، بدي أقترب منك أكتر. قال ليكن كلامكم مصلحا بملح ليعطي نعمة للسامعين، يليق بقديسين، يليق. في شيء بليق، في شيء ما بليق. افحص نفسك، الله قدوس، هو قدوس القديسين. إذا ما بتعيش بقداسة لن ترى الرب، بدون قداسة لن ترى الرب. تقبلها؟ تصور عيش كل عمرك على الرجاء وبعدين أنا ما رح أشوف الرب. شو ناطر؟ شو ناطر؟ قل له اختبرني يا الله واعرف قلبي.
امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. أهدني. رب رح يسمعك صدقني. يا ريت كنا مغمض عيوننا. في حدا صلى هالصلاة؟ في حدا قال له يا رب اختبرني واعرف ما في قلبي؟ أحيانا قلوبنا بتخدعنا. الكتاب يقول القلب نجيس وهو أخدع من كل شيء. من يعرف يقول الرب؟ يقول الرب أنا الرب فاحص القلوب مختبر الكلى. لما بتجي ليسوع رح يغيرك. لكن كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. رح تركض وراء غير يسوع ما رح تتجدد. ما فيك تعيش مع الرب إجر بالبور إجر بالفلاحة. ما فيك. بدك تحط إيدك على المحراس وما تطلع بقى لحياة الماضي وتفلح حياتك وتشيل منها أحجار العصرة. تشيل منها الأشواك. تشيل منها الزبالة. نقي أرضك تقر الله يبارك هالأرض ويروي لك إياها. يا رب بصلي بركة على كل شخص طلبك في هذا الصباح. بتوبة حقيقية. برجوع لألك من كل القلب. أنت اللي بتقول ارجعوا إلي أرجع إليكم. مجد بكل كلمة. وتمجد بهالرسالة. حتى نعيش حياة صالحة مطمئنة بأمان معك يا رب. ونضمن الأبدية معك. وتكون ألسنتنا شهادة عن حبك ولطفك وطيبتك. وما نجرح قلبك بحياة تشوه اسمك. وتشوه